واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع بقصي لتخاصيه في بلاد قضاة القصية إلى ابن كلابي واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن العين بن غالب ابن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البطن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن فأمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبيا إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهى فأعظم به من عند تألقه
فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية. وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تحسب الولى بحلى قلدتها نجوم الجوزاء. حبذا انقد صودد وفخار انت في اليتيمة العصماء. وأكرم به من نسب طهره الله تعالى. وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفاح الجاهلية. أوردنا الزين العراقي وارده في مورد الهدي ورواه. حفظ الإله كرامة محمد أبا تركوا السفاح فلم يصبهم معار من آدم. وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البيان. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله يطر الله.